الإخوة الأعزاء، أنا شاكر مسجل عظيم امتناني للأخت متى اللي دخلها لي لهذه هذا الجروب مأمورية ثالثة، ونقدر نعود نختلف شوية مع الإخوة أن احنا عندنا قدر من الأوضاع اللي تحتاج اللي فيها قدر من فرص التحسين، وخصوصا هذا اللي يتعلق بدولة المؤسسات، خاصنا قدر من الخطوات فيها، وخاصنا ملي قدر من إرساء دعائم حقيقية لتنمية مستدامة في جميع المجالات. وفعلا قد يعود النقاش حول المأموريات وعددها والدستور وذاك النوع، قد ما تشوف عنه فيه نوع من عدم الديمقراطية، يا غير احنا بعد نشوفه عن الديمقراطية قاع وسيلة من أجل عن الناس تنعم بالرفاه ويتحقق لها الأمن والغذاء والصحة ومختلف الأمور اللي توقلهم البشر بطبيعته. إنسان يبغي يعود آمن في سربه، عنده قوت يومه، ما هو خايف من حد، ولا هو خايف يظلم، ولا هو خايف ينظلم. وهذا ما زلنا نحتاجه، القدر من ترسيخ مفاهيمه في الشعب قاع بشكل عام، لأن ياسر من شعبنا للأسف الشديد عنده فلسفة عنه يالتو يحضر، وعنه يالتو يتفقرش، وعنه يالتو يرى قرعة، ولو على حساب المصلحة العامة ولا مصلحة الآخرين. وعندنا قدر ملي من الأمور اللي فيها فرص كبيرة لعنها تحسن، وهذه الفرص ما قد يتم اغتنامها يكون بقيادة تعود حكيمة ورشيدة ومتدرجة في الأمور، وعندها رؤية تعود بعيدة. وقطعا عن الرئيس محمد عبد العزيز عنه بين حسب هذه السنوات الماضية وحسب تاريخه كامل أنه جدير بهذه الثقة. والقضية ما ظهر لقى عنها تعني بشكل رئيسي، عنها تعني أكثر الناس المناصرة لهذه الرؤية، عنها طالب هي باستمرار هذا الحكم بالطريقة اللي نشوفه احنا عنها مناسبة احنا كاملين. وبالتالي يلا دعمنا له ما يعود فيه قاع ما فيه مثلا نزاع قبال بين الناس بعد الداعمة، يسوى قاع من خارج الحزب ويسوى من داخله، عنهم ما يلا تتفرط في قدر من الأمور اللي تقدي لا فرطت فيها تلوحها في أمور هي ما تتحكم فيها.